الحالة الأولى مضارع بسيط مستقبل بسيط، متى استخدمها؟ لو أنا بتنبأ عن عمل سيحدث مستقبلا، شايفين؟ مستقبل، تمام؟ إذا تحقق الشرط ده، يعني شيء بديهي، لو أنا مثلا ذاكرت كويس هنجح إن شاء الله، أوكي؟ طيب هنشوف مثال عندي، بقول هنا If she eats all that ice cream she will feel trouble. يعني لو هي بتاكل كل الايس كريم ده هي سوف تشعر بتعب او بمشكله، لو هي بتاكل كل الايس كريم اللي قدامها ده، يبقى هي سوف ايه اللي يحصل؟ ها، سوف تشعر، هتشعر. احنا لسه واخدين الاسبوع الماضي او الحصه الماضيه المحاضره الماضيه اتكلمنا عن المستقبل، ان انا بقول ستشعر او هتشعر، خلاص؟ هتشعر بايه؟ بمشكله او بتعب، ترابل، اوكي؟ يبقى هنا ده مضارع بسيط eats، وهنا she will والمصدر، يبقى ده مستقبل بسيط، وهنا شيء بديهي، واحد بياكل كل الايس كريم اللي قدامه اوتوماتيك هيحصل بيه، هل هيحدث يعني هيشعر بسعاده؟ لا طبعا، انت اكلت ايس كريم كتير قدام عينك، مثلا عدد كبير من علب الايس كريم، اوتوماتيك هيحصل لك مشكله، تمام؟ فهنا دي عشان كده تسمى ايه؟ للتنبؤ عن عمل محتمل سيحدث مستقبلا اذا تحقق شرط، وده شيء بديهي طبعا. طيب مثال تاني بقول if I have enough money I will lend you، يعني يعني لو انا عندي مال كفايه انا سوف lend you يعني اقرضك، اسلفك يعني، يعني لو انا عندي مال كفايه هسلفك ان شاء الله، اوكي؟ لو انا عندي مال كفايه هسلفك، يبقى هنا في شرط. طب لو انا ما عنديش مال كفايه اوتوماتيك مش هسلفك يعني، اوكي؟ يبقى اذا تحقق الفعل تحقق ما يترتب على هذا الفعل، اذ لم يتحقق الشرط نفس الكلام لم يتحقق الفعل الذي يبنى على هذا الشرط، اوكي؟ يبقى هنا مضارع بسيط مستقبل بسيط if I have enough money I'll lend you، انا هسلفك، انا ساسلفك، انا ساقرضك، اوكي؟ لو انا عندي مال كفايه. طيب she will feel trouble if she eats all that ice cream، يعني هي سوف، احنا هنا عكسنا الجمله دي، ومعنى ان انا جايبها لكم معكوسه ما بقول لك يعني انت مش لازم تبدا ب if، ممكن if تبقى في الجمله الثانيه اصلا، يعني انا هنا بقول اف اللي يجي وراها ايه؟ مضارع بسيط، حلو، على حسب بقى ما اف دي موجوده، موجوده في النص يبقى اللي وراها مضارع بسيط، طب جت في البدايه يبقى اللي وراها مضارع بسيط. يعني مش لازم ابدا بجمله اف، لا. لا توجد ادنى مشكله ان اف تكون هي الجمله الثانيه عادي، مفيش مشكله خالص، يبقى الاول هيبقى مستقبل بسيط، اف مضارع بسيط، عادي. اهم حاجه اللي بعد اف ايه؟ مضارع بسيط، والجمله الثانيه ايه؟ مستقبل بسيط، تمام؟ نفس الكلام هنا I lend you if I have enough money، أنا سأقرضك لو أنا أمتلك المال الكافي، وقلنا if لو عندما إذا as you like، يعني زي ما تحب اختار أي ترجمة فيهم عادي مفيش مشكلة. يبقى دي الحالة الأولى، يبقى الحالة الصفرية مضارع بسيط مضارع بسيط، الحالة الأولى مضارع بسيط مستقبل بسيط. طيب